شجرة القاتي هلكت أموال الناس وصحتهم، وإذا نهيناهم عنها قالوا أتونا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاتي والدخان كلاهما من أشياء الباطل، أشياء الضلال، كلاهما شر، كلها تضر بالمسلمين في صحتهم وأبدانهم، تسبب غضب الله عليهم، فيها منكرة يحرم بيعها وشراؤها وأدمانها والتجارة فيها. ومضار القات يعرفوها لليمن وجربوها وعرفوها، ولكن كثير منهم ابتلي بها فلهذا يتعصب لها ويصعب عليه تركها. كما ان بعض اهل الدخان يتعصب للدخان ويعرف مضرته واذاه له، ولكن العاده امرها شديد والعادات قاهرات لكثير من الناس، نسال الله العافيه. الحاصل ان القات محرم، وقد عرف علماء اليمن المتبصرون والمحققون شره واذه فيه وبينوا بطلانه. وقد عقد مؤتمر منذ مدة قريبة لهذا الأمر، وأجمع المؤتمرون من العلماء على تحريم القات ومضرته العظيمة، وأن الواجب عدم زراعته وعدم بيعه وشرائه، والواجب اجتنابه والحذر منه، كما أن الواجب عدم زراعة شجرة الدخان وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه. هذه أمور يجب الحذر منها، ومن ابتلي بشيء منها فأن يتوب إلى الله من ذلك، ولا تمره العادة ولا يخضع للعادة السيئة، بل يجب أن يكون متحررا من العادات السيئة بعيدا عما حرم الله عليه ولو أساده هو وإزاده قلبه. كما أن الخمر من الخبائث، فأم الخبائث إذا اعتادها الإنسان صوب عليه تركها، نعوذ بالله، وهي أم الخبائث. فكيف بالدخان وبالقات وتركهما أسهل؟ فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله عليه، وأن تكون عنده عزمة صادقة قوية في ترك ما حرم الله، وإن كانت عادة يحاربها. الناس يعتاد الباطل صعب عليهم تركه، لكن حق الله أعظم، حق الله أعظم وطاعته أكبر. فالواجب أن يطاع الله وأن يحذر ما حرم، وأن يكون أمره قويا عظيما يحارب العادات السيئة ويقوى على تركها، ويسعي بالله على ذلك، ولا يغره الشيطان ولا يخبره الشيطان ولا جلساء السوء. نسأل الله السلامة.